احمد الفاضل يلعب كره اماميه وهنا جيمي ولاجو جيمي ولاجو يعمل عرض جيمي وهدف هدف هدف الهدف الهدف هدف الاول الهدف الاول الهدف الاول لهلال كادوغلي عرضيه مثاليه من جيمي ولاجو للنسر النيجيري نوبل يدون اولى اهداف هلال كادوغلي ويقلص الفارق. نعم كرة كانت عرضية مثالية، هجمة كانت سريعة قوية لأسود الجبال يدونون الأهداف. نعم يولع المباراة جيمي ولاجو في انطلاقة، جيمي ولاجو في تمريرة عرضية مثالية لكن بلمسة، نعم بلمسة بهمسة رائعة من نوبل مدونا هدف أول ومقلصا الفارق ومولع المباراة. تصبح النتيجة 2-1 تصبح النتيجة 2-1 هلال كادوغلي يدون هدف تقليص الفارق. تلعب راسية اخر لقاء بين الفريقين الموسم الماضي كان 1-1 في استاد كادوغلي، وهلال كادوغلي في السنوات الماضية